رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يؤكد اليوم الاثنين بالرباط أن الحكومة عازمة على رفع تحدي التشغيل باعتماد تعبئة وطنية للقطاعات الحكومية والمقاولات والمجتمع المدني وكذا الشباب. وأبرز السيد العثماني في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أبرز أن أهداف المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل تتجلى في وضع آليات وإجراءات لفائدة الباحثين عن الشغل وإحداث تغيير في السلوكيات في المجتمع قصد تمكين الباحثين عن الشغل من آليات ووسائل تسمح لهم باكتساب المهارات الضرورية والسلوكيات المهنية المؤدية إلى الإدماج المهني، وأيضا لدفع الشباب الذين سيلجون سوق الشغل إلى تحمل المسؤولية في بناء مشروعهم المهني بجدية ومثابرة. نعتبر أن التشغيل من الأولويات للحكومة، لأن الناس الشباب إذا ما لقاوش العمل بطبيعة الحال ما يمكنش يعيشوا عيش كريم، وكيملوا هذا من مداخل ديال الهشاشة وديال الفقر وديال التهميش. بالتالي كان اهتمام بوضع المخطط الوطني للتشغيل، الحمد لله كملناه وعرضناه، وفيه مختلف مداخل. المهم في هذه الخطة الوطنية للتشغيل أولا التقائية ديال مختلف البرامج، لأن جميع القطاعات الحكومية معنية بالتشغيل، ماشي فقط قطاع واحد، جميع القطاعات وخصوصا القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية. هذا واعتمد في إعداد المخطط الوطني للتشغيل على منهجية تشخيصية لسوق الشغل وتطوراته، وفي علاقة بتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، كما تم الاستناد على مقاربة تشاركية وتشاورية بمساهمة وانخراط كافة الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.